لعب نص موسم هيحاول يجدد فكره، لكن مش مظبوط النهارده مع ليه لما تسيبها يا اخي تسلم يا اخي، ايه الضغط النفسي الرهيب اللي انت عامله عليها ده؟ كولر اول مباراه ضد الزمالك فهيفاجئ اكيد الزمالك. هي لازم تقول يعني انت عايزها تتكلم يعني ده كله. ده العالم كله في ايه معروف ده ماشي. ده الثعلب المكار ده ما فيش. ايوه بس هو روتيني مش روتيني خالص. لا هو عارف هو بيتكلم على مباراه السوبر ما بيتكلمش على تقييم المدربين. انا قلت بيتكلم على مين اللي هيفاجئ. انا قلت ان معظم يعني كابتن سيد قمصان واجه الزمالك واستمافريا كان ماسك فاكيد عارف نقطه، وكان فيريرا كمان قال لك ان هي من اصعب كانت مباراه كابتن سيد قمصان كانت صعبه فنيا عكس مباراه سواريز، يعني كابتن سيد قمصان عارف بعض نقط الضعف، وكمان كولر هيفاجئ الزمالك بطريقته. ما قلتش ان فيريرا وحش، لا ان حبيبي ده انا كنت جوه خلاص مظبط ان خلاص هجوزك يا ابني بعد الدخله اللي انت دخلتيها دي، الجوازه باظت باظت هقول لبابا بابا جوه خلاص احنا باظت الدنيا.